لاعب المنتخب العراقي حسن عبد الكريم لعب سابقاً لنادي الكرخ قبل أن ينتقل إلى نادي الزوراء لهذا الموسم. شارك مع منتخب العراق لأول مرة في كأس العرب 2021 ويلعب حالياً مع منتخب العراق الأولمبي تحت سن 23 عاماً. كابتن شلونك؟ اهلا وسهلا بك. اول شيء بدي اسالك من وين جت قوقيه؟ من قوقيه من انا صغير كانوا يلقبوا لي قوقيه، كنت اصيح مو قوقيه صغيره صحيح طوطيه ومشت. انت يعني للقوطيه الصغيره صحيح قوقيه؟ طوطيه ومشت ولد عمي مشوا علي. شو كنت ترتل بالذكرى؟ لا لا ما عنده بس كنا صغار يصيحون اصيح له توتيه ومشوها ولد عمي، كنا عندنا فريق ومشوها. كنت انت يعني اصغر واحد بيهم؟ اي لا كنت اصغر واحد بيهم. ايش قد كان عمرك انت وطفل تلعب طاوله تتذكر؟ استوي بالاول يمكن بالاول ابتدائي. اي وكانت يطلعونا رياضه نلعب وساحه بصفنا، اول ما افتح الباب مال بيتنا ساحه بصفنا. هاي اهلك يركضون وراك كل طول الوقت تلعب طاوله؟ ما كان يقرا 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 لحد ما ابوي جاء واحد بالساحه قال هذا حرام ما تخليه يقرا وهاي موهبه. منو اللي قال له؟ واحد قريب عمامي يعني عود العمامي وهاي قال لي خلنا ناخذك للشرطه. كنت اقول له لا ما اروح وهاي، كان اكو واحد اسمه احمد ابو رقيبه وجه له تحيه. قال روح، قلت له لا ما اروح. كنت اخاف صغير وهاي، خذاني وداني هو بيده وداني للشرطه. الحمد لله اختباري. زين اقول لك تتذكر اول مره من رحت للشرطه وانت صغير وتشوف اجواء جديده ونادي وناس كبار ودا يلعبون، تتذكر هاي اللحظات؟ اي كنت صغيرون كل اللي كان الله يذكره بالخير اركان محمود كابتن اركان محمود شافني بالاختبارات قال له روح. كل ولد اسمه تشومبي قال له كابتن هذا موهبه وهاي، كانت هوس اختبارات قال له عجيب وياك مبات. رحت وبعد مشيت الحمد لله. خفيت بيومها؟ شنو تتذكر بيومها؟ لا ما خاف لان هم كانوا جماعتي. اي بس مدربين على سامو وهاي شويه رهبه. احكي لي انت بطفولتك، انت كم اخ وكم اخت؟ انا عندي 5 اخوان، واحد ميت هسه 4. الحمد لله. اي واخواتي 2. انت الاصغر الاكبر؟ لا انا قد الاصغر. عندي واحد اصغر بعد 2004. انت يا مواليد؟ انا 99. هسه ايش قد عمرك يعني؟ هسه 23. طولة العمر ان شاء الله. انت تعرف الواعي بالطاوله عندهم عمر معين. ايه. يعني ولو هسه هذا العمر قبل كانوا مثلا 20، هسه صار 30، هسه الى نص ال30، 40 ممكن يلعب. بعد ما 40 ويلعب. اي فهمينا تغيرت. انت وين تشوف نفسك عمر 40 سنه؟ والله هو المجال الرياضي. لان انا عشق كره القدم، نبقى المجال الرياضي. اي بس يعني انت من تتخيل نفسك انت و40 سنه شنو تسوي؟ تدريب؟ نبقى امشي ابقى بمجال الرياضه، تدريب جمهور اباوي هو لو تدريب لو محلل رياضي لو معلق بس امشي انا ابقى بمجال الطوبه لان ما احب بس كره القدم. لو ما كنت تلعب كره قدم شنو كنت تحب تصير؟ والله انا احب التنس العب. تلعب تنس همين؟ اللي هسه العب اروح بمال تنس الملاعب العب تنس. شلون التنس وياك؟ لا الحمد لله زين. بس اذا انت تحب التنس وتحب الطاوله ليش اتجهت لكره القدم اكثر؟ لا التنس هسه ممتع احبها وهاي اروح ويا الوليد جماعتنا بالنادي نروح نلعب قمت العبها احبها. غير الرياضه يعني وانت طفل وبالمدرسه كل طفل عنده امنيات يريد يصير له دكتور مهندس طبيب اي شيء، انت شنو كنت تفكر؟ انا كنت من وانا صغير ما احب كل شيء ولا احب القرايه ولا احب الامثل ولا احب امشي كره قدم. ومن انت صغير؟ من انا صغير بس تعرف كنت مدرسه ما اروح لها ما تداوم ما اداوم ما تحب الدراسه ابد والامتحانات ابد ما احبها. زين لي يعني ليش لي يعني كملت الدراسه؟ لا ما كملت بطلت. الى وين؟ الى يا صف؟ بالثاني يمكن ابتدائي بالثالث بطلت. بطلت بطلت ولا يعجبك تقرا ولا تحب المدرسه؟ لا اشرد، كان ابوي يقفل الباب اشرد وساحه بصفنا، افتح الباب الساحه بصفنا. هاي ما قدروا عليك اهلك خطيه يمكن يركضون وراك تدرس تروح مدرسه. كلهم اخوي الله يرحمه امي العلاوي انهم شافوني احب كره قدم وهاي قالوا له قبيها اخواني بقوا يدرسون خواتي خطيه واهلك بعدين والوالد يعني شافوا النجاحات مالتك وفرحوا بيها. لا ابوي اي لا الحمد لله ابوي كان داعمني كلش ابوي الله يرحمه اخوي علاوي كان يجي وياي للملعب بس ما يخليني اشوفه لان انا ما اقبل يجي للملعب. ليش؟ ما اخلي واحد يجيبه علي من البيت، يريدون يباعون بالتلفزيون.
يعني بس اخواني لا اخواني يعني ترتبك اذا احد تعرفه لا لا ما ارتبك بس انا ما احب اقول له تريد فوا عليه يبقى فوا بالتلفزيون بس انا اخواني لا اخواني يجون اللعبه اخذهم وياي بس والدك ابد ما راح ما خليج يجي بس ما يخليني ما ادري انا ما تدري بلد. يجي فوا من بعيد هاي بس ما ادري بس هو كان داعم لي كلش الى رحمه الله آه الحمد لله ايش قد اثر بيك الوالد يعني شنو تعلمت من عنده ايش قد متاثر بيه لا والله تعلمت منه كل شيء الطموح اهم شيء شان يقول لي عوف الفلوس عوف هاي اهم شيء الطموح روح العب لا تفكر فلوس روح العب كان يقول لي لا تريد فلوس انا يمي ما عليك قال اهم شيء روح العب وصير شيء من نوبية تجي لي فلوس صح اي لا الحمد لله يعني هو صدق انا اخذت نصيحته قمت ما افكر بالفلوس اريد بس العب ولحد الان ما تفكر بالفلوس؟ لا الحمد لله صدقا اي لا اي والله ما افكر اريد العب وبعدين هي تجي لي فلوس قولي في حال انعرض عليك تلعب بنادي يعني مو عراقي خلينا نقول اجنبي او عالمي تفكر تحترف في شيء؟ اي طبعا كل واحد طموحه يروح لاوروبا وين يا نادي؟ يا فريق؟ انا عشاق برشلوني انت برشلوني البيت كله عشاق برشلوني كلكم بالبيت كل البيت بس ابوي الله يرحمه كان ما يشجع هيك بس يبغى ابوك اكيد شجعك تروح تنقل لغير نادي صح اي ابوي هو طبعا شي يقول لي انا مش عارف بس انا اكثر شيء قراري لي بس هو يقول لي يعطيني النصيحه يقول لي روح لهذا النادي تلعب تبريز هو كان يقول لي ابقى بالكرخ يقول لا ترجع للشرطه يقول لي هم النوبة يرجعونك من تبقى تلعبها الحمد لله صدق بقيت في الكام تسمع نصايح انت عموما من الناس لو من الناس مقربة بس لا بس مقربين مقرب علي النصيحة تفيد النصيحة اي اسمع وين نصايح بس مو من كل ناس اكيد اكو ناس راح يقولوا لك اشياء تضرك اكو ناس راح تغار من عندك اكو ناس ما لا اكو ناس قريبين علي بالرياضة خاصة قريبين علي اسمع كلامهم بس تعرف منو يحبك ومنو منو يريد خاطرك ومنو يريد مصلحتك صح اي لا طبعا هنا بالعراق شويه الغرور موجوده اي والنصايح اكو بيها نصايح غلط وعد اثنين يعني حاطهم من هم سعد عبد الامير ونزيه الركابي وجه له تحيه وسعد عبد الامير دول تسمع نصائحهم اي بالذول من عائلتك أصدقائك بالبيت لا طبعا عائلتي بس أكثر شيء يعني كان الوالد الوالد توفى يعني عند إخواني يقولوا له هاي يقولوا لي روح لهذا النادي وهاي بس أنا عند أبو سجاد هو يعرف مستقبلي وأمشي وراه كابتن أنت كنت يعني حالك حال كل أصدقائك وبالمنطقة ويعني ولد شاب عادي على غفلة بين ليلة وضحاها صرت مشهور انسان مشهور تمشي بالشارع الناس تعرفك شلون قمت تتعامل ويا المعجبين ويا الناس واللي يكتبوا لك وصفحات الفانزات مالتك كلش هوايه شلون تتعامل وياهم والله اتعامل وياهم ادزلهم رسائل اشكرهم من يشروا لي اي والله تقرا كل التعليقات لا لا ما اقرا تعليق ما تقرا أبداً ما يقولوا لك لا يوصلوا لك مثلا فلان كاتب كذا فلان كاتب كذا يقولوا لي بس ما العودة ادخل على منشور اقرا تعاليق اشوف المنشور اقرا بس ما ادخل على تعاليق لان اكو تعاليق غلط وفشار اكو تعاليق لا حميد وهاي بس فأنت ما تجاوب يعني لا بس العالم يدز الرسائل لا اجاوب الرياضه بصوره عامه يقول لك تخلي الواحد عنده انضباط وعنده التزام على العموم كلش شنو تعلمت من الرياضة غير أنه مهنتك لاعب كرة القدم الرياضة شو علمتك الأخلاق والالتزام والموعد يمشي الموعد الرياضة صح يعني الرياضة شيء حلو بالعالم مو بس هنا عندنا بالعراق أنت تمارس رياضة أو غير التدريبات مالتك وغير أنه تلعب تنس أكيد تتدرب أنت يعني أي أتدرب بوحدي أنا يعني أتدرب عندي مدرب مالي مال لياقة أتدرب ويا بوحدي من غير النادي ومن غير الهاي اروح اتدرب الصبحيه بالعشرة الصبح اقعد اتريق واكمل واروح التمرين قولي شلون يومك شلون يمشي قعدت الصبح تريقت اتريق هم يعني لازم منتظم ومال دايت اي طبعا اي طبعا شنو تتريق اتريق بالسليق و اي اكثر شيء بالسليق زين وراها شو اسوي ورا الريوق اروح للتمرين اتمرن بالقاعه حديد وهاي ارجع اتغدى انام اقعد اروح التمرين العصر ارجع بالليل انام خاصه من يبدا الدوري كلش بس اذا اعداد عندنا تمرين الصبح وتمرين بالليل تمرين العصر انت بالاصل من بغداد؟ اي من بغداد من يا منطقه؟ احنا بالحبيبيه مدينه الصدر اي
زين يعني انت تقريبا ما عندك وقت فراغ، كله تمرين، اي كله تمرين، ترجع للبيت اهلي ما اشوف، ترجع تشوف اصدقائك، تطلع مثل الشباب؟ لا 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 ما عندي، لان ما مجال، اي تمرين وما تقدرين تسهرين، لان تاثر عليك باللعبات، تاثر عليك بالتمرين. ارجع ب 12 بال 12 ونص نايم. وين تتمنى تشوف نفسك بالمستقبل؟ يعني اكيد عندك طموح. اي لا طبعا، يعني انت مبين شخص عندك طموح وتريد توصل ووصلت، بس انت لله. وين تشوف نفسك؟ وين تريد احلامك لي وين؟ اول شيء باوروبا، يعني اتمنى لاوروبا وان شاء الله. صار عندنا الواعي العراقي، يعني ناس من العراق راحوا لاوروبا. الاوروبا اي اهم شيء، كبيره همينه. اي طبعا اهم شيء الطموح، اذا ما عندك طموح تبقى قاعد في البيت، يعني تبقى تفكر بس بالدول العراق، بس من يصير عندك طموح تروح تلعب باوروبا، وان شاء الله نروح نلعب باوروبا. منو من اللواعيب يعني الاجانب انت متاثر بيهم او انت تحس انت اقرب التكنيك لعبهم؟ انا متاثر ميسي، حتى جماعتنا اللاعبين المدربين يقولون تقريب على ميسي، ويشجع برشلونه، ميسي اكثر شيء. تتمنى تشوفه في يوم مثلا؟ طبعا كل واحد يتمنى يشوف ميسي. اي طبعا، اي لا ميسي افضل لاعب بالعالم طبعا. كل واحد يتمنى يشوفه وان شاء الله. ان شاء الله ما تدري. اي لا هسه انت بعدك صغير، بعد المستقبل قبالك ولسه عندك طموح هوايه ولسه عندك مشاريع هوايه تسويها. حاليا ما تفكر تغير لنادي اخر لو انت مستقر بالنادي هسه؟ لا حاليا بالزهراء افضل فريق بالعراق. الزهراء بعد واحد وين يجي يلعب؟ لا ان شاء الله تخلص السنه ولا اكو احتراف اروح احتراف، لا ماكو احتراف باقي بالزهراء. في حال صارت عندك تسلمت منصب بمؤسسه رياضيه بالعراق، وزاره او شيء، شنو الاجراءات اللي تاخذها؟ شنو تحس ناقصنا بالمؤسسه الرياضيه؟ شنو اول اجراءات تتخذها من ناحيه ملاعب، شنو تجهيزات، شنو؟ لا والله اول انا مريت بيها فات عمريه، ملاعب ماكو، ملابس ماكو، كنا نلعب بالشرطه، ما عندنا نتمرن بالحدايا. اتمنى اسوي ملاعب بالفات عمريه، اخلي المسؤول يعني الفات عمريه اسوي لهم ملاعب، اسوي لهم دوري، لان انا بديت بهاي المال فات عمريه وشفت كنا نتمرن بحدايق وهاي، اسوي لهم ملاعب. اهم شيء اهتم بالفئات العمريه، النوبه اسوي دوري محترفين بالعراق، اهم شيء دوري محترفين. والنادي اللي ما عنده ملعب، الفريق اللي ما عنده ملعب ما اخليه يشارك بالدوري المحترفين، لان احنا العالم رايح بعيد عابرتنا واحنا جوا صايرين. ان شاء الله. لا يعني ان شاء الله المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله كابتن عدنان بيه الامل ان شاء الله. فانت وقتك كله بس رياضه وتمارين؟ اي بس رياضه. زين وقت فراغ ما تسمع اغاني، تتفرج افلام، يعني الا ما تسمع؟ لا والله ما اسمع اغاني ولا تسمع؟ لا اسمع بس قليل، بس اكثر شيء باسم. اي وعدي بلاي، يعني نلعب بلاي جماعتنا. بلاي همين على الطوبه مو يعني؟ لا اكو عندنا حرب. اي مرات طوبه نسوي بطوله جماعتنا ننتهم بالبيت هاي. اي منو يغلب؟ هذا قال صديقي. انت اكو ناس ما تتحمل الخساره. اي تاثر عركي، يعني تعصب من الخساره، واكو ناس تاخذها بروح رياضيه. انت من يانو؟ انا اذا اخسر اموت اتعارك قبل، بس لا انا اكثر شيء اغلب. انت عصبي؟ كلش. شنو يعصبك؟ اللي كذب، المنافق، اضوج من يمه. اي قبل اتعصب. بس انت ما مبين عليك عصبي، مبين هيك اريحي وابو نكته. لا ويل اي ويل انا ويل ولد جماعتنا وايد ضحك، وهاي انا اكثر شيء ضحك، بس اللي يكذب علي كذب مو حلو، النفاق شوي يضوج تصير مشاكل هاي بي. بس هاي الدنيا ما تخلى بيها نفاق وبيها زين. اي لا طبعا كل شيء بيها كلش. اي لا الحمد لله. تعرف دائما لواعي بالطوبه حياتهم كلها مخصصه بس للتمارين، حتى حياتهم العائليه شويه مضطربه تصير. أيوة. انت يعني بعدين بالمستقبل ما تفكر ترتبط، تتزوج، عائله؟ حاليا لا، حاليا لا، حاليا افكر باهلي، اطلعهم بيت وان شاء الله غن يجن. شنو مواصفات فتاه احلامك؟ والله حاليا اللي ما مفكر. لا اكيد تفكر. اي مو هسه بعد بالمواصفات. شنو بالمستقبل؟ اي ان شاء الله بالمستقبل. أيوة. بس اكيد عندك مواصفات. طبعا دور حلوه لازم حلوه طبعا. وبعد
حلوة وشوية أطول من يمي. أطول منك؟ أطول من يمي. ها تريد أطول منك؟ بس مو أطول من يمي بخمسين متر. زين ليش بالعادة يعني لازم تكون بطولك، ليش أطول منك؟ اي بطولي اطول من يمي شو اي عادي. ها بس ما تريد هيك، ما تحب قصيره؟ لا لا ها على الناس من البنات يعرفون ما اللي قصيره ما تجي يمك بعد. لا اي حلوه عيون زريق. ممكن عدسات تلبس هاي عادي يعني؟ لا لا ما غلي تلبس عدسات. ها ما تخليها. بس شلون تعرف هاي بعد؟ يمك تعرف بعد زين من اشوفها. تريد القصيره وتريدها طويله وتريدها مو طويله بطولي شوي اطول من يمي. ايوه عيونها زرق بعد. اهم شيء الحلال. اهم شيء شنو؟ الحلال. يعني لا مو حلوة من ما أخذها. ها لازم حلوة. هي طبعا. يلا إن شاء الله الله يرزقك ببنية جميلة وبالمواصفات اللي تريدها. إن شاء الله. أنت سافرت، كان عندك سفرات بالتدريب يعني. بس أكيد بالتدريب ما يصير لك مجال تشوف أماكن غير إنه تتدرب وترجع للفندق. إيه هو من التمرين للفندق. من الملعب للفندق. تحب تشوف أماكن بالعالم؟ إيه طبعا. وين يعجبك تروح؟ إسبانيا. اسبانيا فرنسا اي امشي ملعب برشلونه شوف ملعب هاي اسبانيا حلوه فرنسا اي ان شاء الله نروح بس يصير عندنا مجال ان شاء الله ليش لا مو يعني مو صعبه هاي مو لا ماكو شيء صعب بالعالم ان شاء الله شنو القرار اخذته بحياتك وتندمت عليه والله ما اشوف قرار اخذته بحياتي تندمت كلها كانت صح قراراتك بس ما اشوف بس اكو قرار اخذته حولني يعني اللي هو بقيت بنادي الكرخ ما رجعت للشرطه هذا احسن قرار اشوف اخذته بحياتي بقيت بنادي الكرخ وتوفقت واخذت بطوله وياهم ورحت منتخب جتني عقود من نادي الكرخ هذا اشوف احسن احسن خيار اختاريته بحياتي قرار جيد ايه ان شاء الله دائما كل قراراتك جيده كل ما, 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 ما تخطي بيها لا ان شاء الله ان شاء الله انت ما شاء الله محافظني على طبعا شلونك ويا الاكل الاكل انا اكل كل شيء كان اكل شلون قاعد محافظ كله بالتاكل لا بس اكل صحي مو اكل صحي هو عندي مدرب مالي يكتب لي اكل بس لا ما يخص الدوري لا عادي تفلتها وين ورا لازم تفلتها لان باوقات فراغ لابد ما تتفرج تلفزيون تشوف افلام مسلسلات يوتيوب اي شيء لا ما لك بيهم ابد لا لا باع يوتيوب انا باع هو باع لا لا باع مسلسل يا مسلسلات مال باب الحاره شنو اخر مسلسل شفته هي مال باب الحاره من طلع ها هوايه اجزاء صارت اي بس من طلع العقيده وشاب ما باعت حيل هاي قديم انت اي خربت صار هوايه اي خربت بعد صارت مو حلوه اي اي عفوته بعد ما باعوا علي ما تروح سينما تشوف افلام لا لا ما رايح قولي من تطلع وناس يجون عليك يتصورون وياك اكيد أيه. يسلمون عليك شلون شو تحس يعني تستحي تتجاملهم شلون انا شفتك انسان خجول مبين عليك لا مو طبعا تستحي ما يجي يصور وياك وهاي بس الناس تحبني لازم اتواضع وياهم وهاي هي حلوة محبة الناس أكيد. اي لا الحمد لله من الله هاي اي صح اي لا هاي من رب العالمين الناس تحبك او ما تحبك اي لا حلو. طبعا اي طبعا من الله الله ايش كاتب الحمد لله وشكرا منو يعني شخص انت توثق برايه وقال لك انت لاعب جيد وظلت ببالك لان يعني انت حابب تسمعها منه والله واي عالم قالوا لي يعني ناس توثق بيها وناس تحب رايهم تقدر رايهم عندي عند ابو سجاد هو نزيه انا من كنت بناشين الشرطه كنت العب فرق شعبيه هواي شافني بساحه قال انت حرام ما تظل هنا أنا لازم تلعب لازم هاي لان انت قدامك مستقبل والحمد لله اخذت نصيحته شنو تصور يميزك انت كلاعب عن باقي اللاعبين؟ والله انت مهاراتك شنو ليش انت مختلفه عن الباقيين؟ يمكن لين العب مهاجم لين يشراوي مدربين هواي يحبون اليشراوي ليش؟ والله ما ادري هو مدربين انا قناعة مدربين وهاي ايه عندنا لاعبين جيدين بالعراق هواي منو اللاعبين اللي انت تحبهم كنت متاثر بيهم وانت طفل؟ عراقيين بالعراق؟ والله انا ما بطوبه يعني بالدوري العراقي بس
تأثرت ب يعني بجيل 2007 اي بس بس ما تأثرت بس مو بشخص واحد؟ لا مجموعة، لأن هم كانوا يلعبون مجموعة كاملة، ما عندهم واحد مثلا يلعب الروح هاي ليش نجحوا؟ لأن المجموعة كاملة واحد يحب الله اي لا ما هسه موجود هذا الشيء؟ هسه؟ يعني روح الجماعة والتيم والفريق يعني موجود إنه واحد حاب الله ومتعاونين بال اي بالنادي. احنا بالنادي النجاح شلون صار؟ اخذنا بطوله لين واحد يحب الله، روح وحده نفسيه وحده، اخذنا البطوله وبقينا بالدوري، نتائجنا زينه وايد الحمد لله. اياكم بالفرق وايك واللي ياخذ دوري واللي ياخذ كاس شلون الا عد روح وحده ونفسيه وحده ولاعبين واحد يحب الله. صح. احكي لي على التنس، طلعت انت لاعب مو بس لاعب طابه، لاعب تنس هم. اي التنس انا مو تعليه هسه بالجديد بديت ويا التنس؟ لا صار لي واي من صار لي سنتين نلعب. زين وشايف نفسك زين بيها؟ اي سنتين بس مو لازم تركز على وحده بس. لا العب يعني بالشهر العب مره واحده، من يصير عندنا فراغ مثلا يعطونا راحه يومين اي اروح العبها انا ولي جماعتي ويا بالنادي اي نروح نلعب، بس ما العبها يوميا لان سوى اصابه بالظهر اعوفه ما العب. اي بالشهر العب مره واحده. وقتك كليته بس رياضة. احكي لي على الأهل، خواتك، أخوتك، أنت بالبيت يعني شلونك وياهم؟ لا هو أنا خاصة من أروح سفر وأرجع طبعاً أشتاق لهم، لأن متعلم عليهم وضحك بالبيت. خواتي يجن يمنا لأن اثنين من الزوجات عند أخواني، وجههم تحية جبار ومحمد وحسين. حسين مسافر إيه، فمن سافر أكيد يفتقدوك يقولون ترجع مكانك خالي اكيد يعني. اي لا يخابروني عندي امي مو كل ساعه تخابرني شو سويت وما سويت لين تفتخر بي وهاي. كلهم اكيد المنطقه كلها هسه فخورين بي. اي لا الحمد لله الحمد لله واصدقائك. اي الحمد لله والشكر يجون يمي، انا بيتنا مفتوح ان شاء الله دائما ما شاء الله. انت يعني بعدك انت باول الطريق تقريبا وبعد مجال عندك وعمر طويل، تفكر تبقى يعني بالعراق او تريد تروح لغير مكان او؟ لا طبعا انا طموحي ما افكر، طموحي العب بالعراق بس اروح باوروبا اريد ان شاء الله. العراقيين اللي لعبوا بانديه اجنبيه نجحوا؟ اي كل لاعبين نجحوا يعني، كل لاعبين عندنا نجحوا، كل لاعبين لا ما قدروا لان الاجواء تختلف عندهم وهاي. متعلم لاعب مثلا عرب محمد صلاح؟ اي لا هو واحد أي. لازم يبوا على محمد صلاح على لاعبين العرب يوصل لهم. اي لا ان شاء الله طموح موجود. يعني محمد صلاح همينه بدا بالنادي صغير. اي لا وكان يلعب قاعات محمد صلاح، انه بدا يلعب مفتوحه والحمد لله هسه النجم الاول بالعراق بالعالم. هنا انا بغداد وين تروح؟ وين يعني تطلع اماكن كافيات مطاعم؟ اي اروح مطاعم الكراده، اروح المنصور. اي بس كوفه ما اطب انا يعني. ليش؟ ما اطب كوفه يعني، احنا عندنا اهلي كلهم ما حيدخن، عندي بس اخوي الكبير يدخن. بس انت ما المفروض تدخن، انت رياضي. لا لا هو انا ما ادخن، اكره الكوفه اصلا. يعني الريحه ما نرقيله دوخ انا من يم. اي احنا البيت كله يعني مو بس انا. انت بس اخوي هذا مزينا بالنرجيله. بس لازم تقول له ما يصير يعني رياضي. لا مو يدخن يمه هو. ها مو يمك؟ لا لا يخاف منك يمكن. لا مو يخاف بس يعني نقوم نحكي وياه هواي، يصير ريحه بالبيت هواي، يدخن برا يعني يقعد بالباب يدخن ويرجع يطب. اي احسن. اي لا لا. اقوى كنت مبين عليك دمك خفيف وابو نكته. شنو احكي لي شنو اخر نكته سمعتها؟ تتذكر؟ لا يا وين نكتات بس ما يجن على البال. اي. يومي الضحك ونكتوا. تدخل على الانستغرام انت عندك وحتى الفيسبوك، مواقع التواصل الاجتماعي كلها سوشيال ميديا، تدخل تشوف ايش يكتبون، ايش يعلقون، ايش ينشرون عنك؟ اي ادخل انا اشوف العالم تشنو وتعطيني تاك بالانستا هاي. اي بس ما اقرا تعليق. انت لمن متابع بالانستغرام؟ تابع جماعتي. ناس عالميين ما متابع؟ لا متابع طبعا. متابع لاعبين، متابع نادي. اي لا قل لي نصيحه ممكن انت توجهها لشاب صغير ممكن هو بعده بالمدرسه ويحب يلعب طابه، شو تقول له يريد يصير مثلك؟ يصير مثلي اهم شيء لازم عنده طموح ويقرا
يعني ولازم اللي يروح النادي ويسمع كلام المدرب هاي يمشي ويتقبل النصايح، نصايح سلبية نصايح هاي لازم يتقبلها ويمشي الطموح. واحد إذا ما عنده طموح ما يقدر يوصل. إن شاء الله دم عندنا هواي مواهب بالعراق. يعني أتمنى لك كل التوفيق كابتن. الله وديس. وإن شاء الله يعني تروح أعظم النوادي الرياضية بالعالم ونفتخر بيك عالميا، مو بس بالعراق. إحنا فخورين بيك بالعراق بس إن شاء الله نفتخر بيك بكل العالم. إن شاء الله. ألف شكر نورتنا. شرفت فيك أني وإن شاء الله كنا خفيفين نظيل. شكرا. شكرا. دكتورة حنين العايدي، دكتورة صيدلانية وخبيرة تغذية، اتجهت لصناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي وركزت على النصائح لأسلوب حياة صحي ووصفات أكل صحية. دكتورة حنين شلونك؟ اهلا وسهلا. انت بنيه صغيره عمرا وصغيره على السوشيال ميديا وبديتي بالجديد بس ما شاء الله صار عندك متابعين هوايه وسمعتي يعني مثل ما يقولون كصيدلانيه واخصائيه بالتغذيه. نعم نعم. وتقدمين محتوى كلش حلو وجديد تقريبا، تقدميه بطريقه لطيفه جدا. صحيح. احكي لي شو كنت بديتي؟ اول شيء مساء الخير عليك وعلى المتابعين وعلى كل اللي يشاهدونه. صحيح مثل ما ذكرتي أنا ما صار لي فترة طويلة على السوشيال ميديا، بس صار لي مدة مو قليلة بهذا المحتوى اللي هو عن الهيلثي لايف ستايل أو أسلوب الحياة الصحي. بعد تخرجي من كلية الصيدلة وبعد دراستي لاختصاص التغذية وتعمقت بي وشلون طبقته بحياتي، شفت تأثيره الإيجابي على الصحة على هواي نواحي، حبيت أنقله للناس فالطريقة يعني مبسطة مثل ما تقول، يعني فالطريقة سهلة للمتلقي، بحيث المتلقي مهما كان تحصيله الدراسي مهما كانت فئته العمرية يقدر يفهم أنا شنو قاعد أقول. بالضبط. فسويت صفحة على إنستغرام حنين العايدي أنزل بها هذا المحتوى وركزت يعني على النقاط الأساسية اللي يعاني من عندها المجتمع واللي تم تداولها. أنا تابعت المحتوى اللي تقدميه وحتى شفت الفيديوهات تقدميها بطريقة مختلفة شوية وواحد يحب يتفرجها مو مملة. بالضبط. لأن دائما النصائح تكون شوية ثقيلة إذا ما تسويها بطريقة لطيفة وبطريقة سلسة. صحيح. ما توصل للناس. صحيح. هذا بسبب خلينا نقول تقدم، هو بسبب تقدم الوقت، تغير الجيل، تعرفين يعني المتلقي صار ما يحب انه دروس طويلة ومملة، يعني خصوصا انا اريد استهدف الفئة الشابة والاعمار الصغيرة خلينا نقول، فلازم انه يكون المحتوى يجذب المتلقي وانطيه خلينا نقول ما قل ودل اللي هو يستفاد من عنده بشكل ممتع. فلهذا السبب حاولت اوفر الادوات باللي اقدر عليه طبعا، سواء من معدات تصوير او برامج اشتركت بها للمونتاج، حتى تكون يعني طريقه الاعداد ممتعه ومفيده بنفس الوقت. دكتوره انت ركزتي، تعرفين احنا دائما اكو مفاهيم غلط على الدايت وعلى الحمية وعلى شلون تضعفين ولا تاكلين كذا ولا تاكلين كذا، انت ركزتي على اسلوب الحياة الصحي اللي نعم. هو هيلثي لايف ستايل نعم. اللي هو هذا اهم حتى من الدايت، لان الدايت مرات مثلا اني اسوي دايت اسبوع وامن عند يكون الدايت هو فكرة يعني الدايت. دكتورة اكو هواية مفاهيم مغلوطة على الدايت، يعني مثلا اني ابدي دايت اسبوع وامن وعوفة، انت تركزين على الهيلثي لايف ستايل اللي هو الحياة الصحية اللي هي لازم نتبعها. قولي لي شنو المفاهيم المغلوطة اللي معظم الناس تعرف عن الدايت؟ صحيح. أول شيء مصطلح الهيلثي لايف ستايل أو أسلوب الحياة الصحية هو أيضا مصطلح إحنا درسناه يعني سابقا بكلية الصيدلة، إنه هو الكواليتي أوف لايف، إنه أنت تحاول توفر لنفسك عناصر يعني تعيش بطريقة أفضل، تقلل نسب إصابتك بالأمراض، وفي حال إذا كنت أنت مصاب بالأمراض تقل معاناتك وتبطئ سرعة تقدم هذا المرض.
الهيلثي لايف ستايل هو مو فقط عن التغذيه. انا دائما احاول اتناول هاي خلينا نقول هاي المواضيع انه هو توفر اكثر من عناصر مهمه: التغذيه، الحركه، العلاقات الاجتماعيه الصحيه، الصحه الجسديه والنفسيه والعقليه. هوايه عناصر كلها تجتمع حتى يعني خلينا نقول انه تكون عايش انت نمط حياه صحي. ف صراحة إنه هذا الـ هذا النمط دا يتم تداوله بشكل يعني ما ينفهم بالشكل الصحيح. الناس تعتقد إنه الأكل الصحي فقط لنزول الوزن، فقط لفترة مؤقتة، بينما أنا دا أحاول أحببهم بي بهاي الطريقة البسيطة، إنه ألقى دائما وصفات أكل صحي سهلة، بدائل يعني طهي أفضل، فأشجع الناس بهالطريقة. بس هو الهيلثي لايف ستايل مثل ما تقولين دكتورة مو بس عن الأكل، نعم، عن كل شيء بالحياة أنه لازم نمارسه بطريقة صحيحة على مود يصير حياتنا ما يصير بينا أمراض، يعني هاي بيد الله، بس يعني أكيد إنه على مود أكيد تصير تحاول قدر الإمكان محاولات. أي. شنو أكثر أسئلة يسألوك إياها؟ يعني أنا تجيني هواية استفسارات على الخاص أو مرات بالتعليقات، هي عن يا أما عن التغذية يا أما عن حالات مرضية تجيني. في حال إذا كانت الحالة المرضية تستوجب زيارة طبيب، تستوجب تحليل، يعني تحليل، أنصح للمريض يعني إنه يتوجه إنه يزور الطبيب لأن هذا اختصاصه. وفي حال إذا تغذية يعني أنصحه بشكل عام، أو أسئلة إنه يعني شنو هي حالته. غالب الأسئلة تجيني إنه هي الناس اللي دا أقول لك النظرة السائدة عن الأسلوب الصحي إنه يريدون نزول وزن، نزول وزن بطريقة سهلة، بطريقة سريعة. حقيقة إذا تحقق هذا الشيء فمعناتها أكو خلينا نقول مضاعفات صحية احتمال تطلع لك أنت بعدين. فعلًا. فأني دا أحاول أوصل هذا الشيء، أوصل هاي الفكرة بشكل تدريجي للمتلقي، وصراحة دا أشوف يعني ردود أفعال إيجابية من المتابعين ومن الناس. اكو تجاوب يعني اكو جمال. تجاوب اكو. تعرفين دكتوره اكو شفنا بالفتره الاخيره يعني بالسنوات الاخيره انه البنات تريد تضعف، ما عندها وقت او متعجزه، نعم، بسبب اسلوب حياتنا الصحي يعني السريع، اي فتريد على السرعه تريد تنزل وزنها. فش تسوي؟ تروح دكتور، تسوي قص معده، تسوي يعني هاي أو العمليات منحفات، يعني أو منحفات غير الأدوية، لا رأساً عملية ورأساً فما أعرف أنت شو تقولين. أنا مو ضد العمليات، بس أنه إحنا نريد نشجع أنه على الهيلثي لايف ستايل، مو بس أنه رأساً عملية. صحيح. يعني للسهولة. يعني أنا بكل صراحة أنا يعني هو هذا اختصاص الطبيب، هو اللي راح يحدد أنه هاي المريضة فعلاً تحتاج عملية أو لا. بس ايضا حسب يعني دراستنا انه المريض لازم تتحقق به شروط يلا يكون هو بحاجه لهي العمليه. قد يكون يعاني من امراض مزمنه بحيث يعني تاذيه السمنه، قد يكون يعاني من يعني يكون وزن كلش قوي كلش عالي، مو مجرد 20 خلينا نقول 20 كيلو او 30 كيلو انت راسا تلجئ للعمليه. صراحه انا ما انصح بها، بس اكيد انت لازم تراجع الطبيب تاخذ رايه، لان هو رايه هو بالمقام الاول. يعني بس يعني انت حاول في حال اذا عجزت عن الاسلوب الحياة الصحي والرياضة ما قاعد يفيد وياك حسب ظرفك الصحي، اكيد بعد استشارة الطبيب تسوي العملية. انت صيدلانية؟ نعم. ودامين بالمستشفى وعندك بيبي هسه ما شاء الله، الله يحفظها. الله يسلمك. وتشتغلين على السوشيال ميديا، شلون تلاقين الوقت؟ صراحة احاول اخلقه مو القاه، يعني هو احنا كنا انا عندي فد مبدا اشوفه انه الانسان يأقلم نفسه حسب الظروف اللي هو ينحط بيها. يعني هاي شلون يقول انه هي من اجل البقاء هو يحور نفسه انه شنو الظروف المحيطه به. هو ضغط اي صحيح، بس ما دام انا دا اسوي شيء احبه فراح اخلق الوقت، اخلق الفرص زين حتى واستثمرها يعني. وصراحة أنا دا أنقل حياتي، يعني أنا الأكل اللي الوصفات اللي أنزلها على صفحتي بالإنستغرام هي وصفات مثلاً غدانة أو ريوقنا أو هيك يعني. والمعلومات اللي أنا دا أشاركها هم هذا الشيء، يعني خلينا نقول أزيد دراستي، يعني أنا دا أسوي بعد يعني كل حلقة أنا أنشرها عدد دراستي السابقة، أسوي خلينا نقول فتفرع عن البحوث العالمية يلا أنزل هاي الحلقة. تعرفين دكتورة أصور إحنا بحاجة لهيجي مادة على السوشيال ميديا. أكيد. لأن صار هواية عندنا مثلاً نعلم شلون نخلي الميك اب، الميك اب توتوريال. نعم. وصار هواية عندنا على عمليات التجميل
بس هذه الفقرة على الدايت. نعم. بس فقرة الهيلثي لايف ستايل اللي هي أسلوب الحياة الصحي يمكن يرادنا أكثر بيه، ويمكن أنتي تعطي نصائح جميلة جدا ومفيدة بهذا المجال. صحيح. إيش قد فادتك السوشيال ميديا أنتي بعملك؟ أنا حاليا كل اللي دا أقدمه هو للفائدة، يعني فائدة عامة الناس، ودا أريد أستهدف يعني الفئات العمرية الصغيرة حتى قدر الإمكان ننشر المحتوى الإيجابي. وطبعا هو هواي أكو صناع محتوى إيجابي من كافة المجالات الفنية الثقافية الترفيهية، وأيضا الجانب هذا الطبي احنا ياريت انه دائما نركز عليه بالمواقع التواصل وبالبرامج يعني. فأكيد هذا إلى دور كلش كبير بالمجتمع، ويوم عن يوم أنا دا أشوف التوجه إلى دا يصير أكبر. أنت شو وقت بديتي تمارسين هذه الهيلثي لايف ستايل؟ يعني أكيد أنت قبل همينة تخربطين بالأكل وتاكلين شوية نستلع على تاكلين نص الليل، يعني مو من أنت طفلة أكيد وبديتي الهيلثي لايف ستايل، أكيد فترة معينة وحسيتي أنه لازم أحسن من ال شلون يقول لك العادات بالضبط مال الاكل مالتي. اي عفوا، مثل ما انت قلتي احنا طبعا هو الانسان كل ما يكبر اكثر وكل ما يدرس اكثر ويطلع اكثر راح يعرف شنو قيمه صحته وشنو قيمه الشيء اللي دا يقدمه لنفسه مهما كان. يعني انت من تريد تهتم انت بنفسك ما تهتم فقط بالشكل الخارجي، لازم تهتم بصحتك خلينا نقول الجسديه والنفسيه والى اخره. انا اكيد سابقا كنت بالكليه بسبب يعني السرعه وما نلحق ناكل هاي الفاست فود، مرات ما نتريق، هاي الاشياء اللي الكل يسويها عادي. مو اكو ناس يمكن يقول لك احنا ما عندنا وقت، احنا نشتغل ويمكن اتغدى اني بالشغل ادز اطلب فد اكل من برا بالضبط، وارجع متاخره فاشوف شنو اكو اكل بالبيت. ولهذا اني اركز بصفحتي انه الوصفات تكون حلول، ما تكون اشياء تعجيزيه، ما تكون هيك حلول بس مثاليه يعني كانما انا عايشه بغير كوكب. يعني حتى الطبخات هي طبخاتنا العراقيه التقليديه مجرد احور طريقه الطبخ الى شكل صحي اكثر. فلهذا السبب انا كنت خلينا نقول قريبه من الواقع زين، ويعني مجرد انه انت تبدل خياراتك الى خيارات افضل وها هي راح تكون سعيد بالاكل اللي تاكله. انا من النوع اللي صراحه يستطعم بالاكل، يعني كل ما احب اكل اي شيء، فلهذا السبب يعني خلينا نقول ركزت على الوصفات الصحيه، وحتى الناس اللي تشبهني تلقى هذا المحتوى بالضبط تستمتع وايضا تكون محافظه على صحتها. وين حابه توصلين؟ يعني هسه انت صانعه محتوى وعندك متابعين و ما شاء الله صيدلانية، وين شايفة نفسك بعد؟ لحد الآن أنا ما حققت هواية أهداف ببالي. يعني شنو يعني من الأهداف اللي عندك؟ من ضمن الأهداف يعني هو كهدفين رئيسية، أنا أريد أساهم بموضوع التثقيف الصيدلاني والتثقيف الدوائي. هذا ما يوقع بس على مسؤوليته، يوقع بس على القنوات أو بس على الوزارات أو هيتشي، هذا يوقع على الأفراد خلينا نقول الطاقم الطبي وأنا من ضمنهم، ويوقع على المرضى. فأريد يكون إلي دور بالتثقيف الصيدلاني والطبي، وإلي دور بالتثقيف الغذائي اللي أنا دا أقدمه من المحتوى مالتي. فصراحة هواية يعني أهداف بعد أنا ما محققتها، ولحد الآن أنا أعتبر نفسي بالبداية. شو تحسين ينقصنا؟ أو بمعنى إذا أنت صار عندك مركز بوزارة الصحة يعني هيك فرضا، شنو مثلا أول شيء تحبين تغيريه؟ شنو أول شيء تشتغلين عليه؟ هذا الموضوع اللي هو التثقيف للمجتمع يعني له دور كلش كبير. احنا دائما يتم تداول الجوانب السلبية، المشاكل، الأغلاط الطبية، بينما هي قابلها هواية جوانب إيجابية من كل الطواقم الطبية. ما تشوفين احنا ممكن الإعلام مقصر بهذا الموضوع؟ صحيح أني مع أنه تستعرضين الأشياء السلبية الموجودة. نعم. وتحكين بها على مود نلاقي لها حلول، بس بنفس الوقت احنا ما نركز على الإيجابيات. بالضبط. هواية أشياء جيدة احنا ما نلقي النظر عليها بالإعلام.
اي هو يعني لابد من الالقاء النظر عليها، لان المجتمع يتاثر، يتاثر بهاي الطاقه السلبيه اللي يستلمها، ويبدي يكره الواقع ويفقد ثقته بهذا الطاقم الطبي، ويفقد ثقته بكل الانظمه الغذائيه اللي دا تنطرح. بينما من انت تركز على الجوانب الايجابيه يعني خلينا نقول بكافه المجالات الطبيه والصيدليه وغيرها، هنا المجتمع راح يتشجع اكثر، الفئات العمريه الصغيره تتشجع انه تغير من نفسها اكثر، فاكيد لها دور كبير. انت باوقات فراغك اذا عندك فراغ شنو تسوين؟ شلون يمشي يومك؟ اقعد اكتب عن الصفحه افكار. طبعا عندي قائمه افكار احيانا وين اكتبها، عندي بالافكار دخلين على اليوتيوب على يعني جوجل شغلات. الاطلاع يعني والتسلح بالمعرفه هو خلينا نقول الحل. يعني من هواية أماكن، من دراستي، من الأجانب، من العرب، هواية أماكن أنت تقدر منعتها تأخذ أفكار، وصراحة هي من حياتنا اليومية أكثر شيء. يعني أي شيء أنا صادفني بحياتي اليومية، أنا طبعا أكو نوتس عندي بالموبايل اسمها إلهام، هاي بس تجين هيك فكرة أسرة أروح أكتبها حتى لا تطير من بالي. فهذا وقت الفراغ، هذا وين ألقي هذا مختفي أصلا يعني. أي كل تصار كلها نركض ركض. صحيح هي مرات الفكرة تجي تسجليها يعني على مود لك وبالك، بس اكو افكار مثلا تشوفين فد فكره ممكن تمشي بغير ثقافه وغير بلدان، بس يمكن ما تمشي عندنا. صحيح تصورين؟ اي هاي اكيد هاي متداوله. انت لازم تعرف تكون دارس شنو الفئه اللي جاي تستهدفها. ماكو انسان، ماكو شخص صانع محتوى او مؤثر يستهدف الجميع. انت لازم تعرف انه الفئه اللي دا تستهدفها، اللي دا تشتغل عليها، شنو اهتماماتها، شنو تريد، شنو المشاكل حتى انت تقدم لها الحلول. وفي حال اذا شفت شيء انه هو مغاير للمتداول بمجتمعك، لازم انت تعرف شلون تحوره وتقدمه بشكل يلائم المتلقي. وهنا طبعا هي هنا تصنع بصمتك. صحيح. فهنا يبدي هو دور تأثير الصانع المحتوى أو المؤثر على المتابعين. دكتورة قولي لي 3 أغلاط شائعة كنا نسويها باللايف ستايل وبالأكل، شنو مما شفتي ومما يعني قريتي بالكومنتس والمتابعين، شنو أكثر 3 أغلاط شائعة؟ هي يعني خلينا نقول فتشي جدا شائع، يعني هاي السرعة مثلا. لا هاي السرعة انه احنا نكون مستعجلين انه يلا وشكو بيها وخل اكل هاي هيك ما عندي وقت، وقبل وين حيصير، مو فلان ما بيشي، مو فلان هيك، ما نحسب حساب للعواقب بعدين. دائما نقدم مسؤولية الشغل ومسؤولية البيت ومسؤولية الاخرين على صحتنا. هاي ما تعتبر أنانية إذا أنت فكرت بها، ما تعتبر شيء غلط إذا أنت اهتميت بصحتك، وحقيقة إذا أنت اهتميت بها راح تنعكس على المحيطين بيك، سواء بعائلتك وبيتك أو مكان شغلك. فهذا خطأ جدا شائع يعني. صح. انطيني نصيحة للكل بصورة عامة. ماكو عمر محدد ما تقدر أنت تغير من نفسك للأفضل، سواء كنت بعدك صغير أو بداية عشرينات أو حتى 50 و60، ماكو عمر محدد. بس أكو عمر بعدين يعني مثلاً توصلين 30 40، همين الجسم يتغير، الهرمونات تتغير، يمكن ما تاكلين نفس الأكل اللي كنت تاكلي. صحيح. من أنت بالعشرينات. بس هو أنا عندي فد رأي إنه أنت خلينا نقول أنت هسه بال30، وإذا يعني الله كاتب لك توصل لل70 توصل ل80، أنت بكل الأحوال حتوصل هذا العمر، حتوصله بكل الأحوال. توصله وأنت بصحة زينة وشايل نفسك ومستمتع بالحياة، هو هذا الكواليتي أوف لايف. لو توصله وأنت تعبان، عندك مشاكل بصحتك، أو حتى إذا في حال أنت جيت مريض حالياً، أنت تقدر تقلل من معاناتك من خلال هاي الممارسات الصحية، وحالياً هي متوفرة، تقدر أنت تتعلمها من كل مكان، من كل مواقع التواصل، مو بس الانستغرام، اليوتيوب، من هواي أماكن. صحيح هذه صارت سهلة يعني. بالضبط. حتى اللي قاعد ممكن يسوي سيرش يطلع على اليوتيوب على الانستغرام. متاحة للجميع. متاحة كل صحيح. مكان وللجميع فعلاً. أي صحيح. دكتورة شرفتينا. واستفادينا من هاي النصائح الجميلة اللي تفيد الكل بصورة عامة، كبير صغير، مرة رجال، إن شاء الله إن شاء الله. وإن شاء الله إحنا ندعو الكل على healthy lifestyle، مو بس تسوون رجيم، مو بس تروحون تسوون قص معدة، مو بس تموتون نفسكم من الجوع،
طريقة حياة صحية هي بالضبط. هاي اللي ندعو لها. إن شاء الله. ألف شكر دكتورة، نورتينا. جدا سعيدة، شكرا.